معنا ثلاث كلمات، كلمة الأولى لديها بطاقات بجانبها نفس السطر، الثانية والثالثة أيضا، ولكن في هذه البطاقات هناك مقاطع صوتية وهناك حروف ليست مقاطع. إذا ماذا سنفعل؟ سنلون ما نحتاجه لتشكيل الكلمة على اليمين. من يصعد؟ معاذ أنت أطول من عادل، يلا نبدأ بمعاذ. إذا اقرأ الكلمة أولا. جيد، منطاد. ماذا نحتاج؟ جيد، نحتاج إلى الميم. مي مي. جيد، النون هنا تكتب في وسط الكلمة ولكن كتبت على أساس أنها في بداية الكلمة. طاء أيضا تتصل. أحسنت، إذن الدالة تتصل لأنها أتت بعد الألف. أحسنتي، أحسنت. كوثر يلا الكلمة الثانية، اقرأ الكلمة. أحسنتي، أول مقطع. جيد، باخي. نعم، من الأفضل أننا أن تختاري التي تتصل. را، را تتصل أم لا تتصل؟ تتصل. اختاري الراء الأخرى، هناك حرفان. ممسحة. نعم، هي صحيح لكن كتبت أنها تتصل، نختار الأصح أو الشكل الصحيح. ليست كل الكلمة والحروف كتبت بنفس الشكل أو الشكل الصحيح في الكلمة، ولكن إذا وجدنا الحرف كتب بشكل صحيح نختار هذا الحرف. شكرا لك كوثر مكانك. الآن ريان، يلا ريان الكلمة الثالثة. لا فوضى، لا لا، اقرأ الكلمة ريان. جيد، يلا بسرعة، أين القلم؟ ساعة. جيد، يبدأ الكلمة. جيد، أحسنت. سافي، أحسنت، التي تتصل في وسط الكلمة. جيد، إذن سفينة، شكلنا كلمة سفينة.